السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتي شيوات ويدا العياشي. اليوم غادي نقدم لكم خبز تورتيلا أو خبز تاكوس، كيجي لذيذ وهائل واقتصادي. كنركز على اقتصادي، يعني أنا كاع الوصفات اللي كنقدم كنحاول يكونوا اقتصاديين. نبداو على بركة الله. المقادير عندنا جوج زلايف ديال الدقيق، نوعية جيدة، جوج زلايف ممسوحين. عندنا خميرة الحلويات، خمارة حمراء، نصف كاس الزيت، جوج معالق ديال الحليب بودرة نيدو، معلقة صغيرة ديال السكر سنيدة، وعندنا قبصة ديال الملح، شوية الملح. وغادي نجمعو العجين بالماء. بالنسبة اللي ما عندوش الحليب بودرة تقدروا تستعملوا، يعني تجمعوا العجين بالحليب عادي في بلاصة الماء. هنا كنبداو، يعني كنديرو الطحين، كنزيدو عليه خمارة، كنضيفو السكر، كنضيفو الحليب بودرة، وكنضيفو شوية ديال الملح. الملحة ما كنكتروش، وكنضيفو نص كاس ديال الزيت. فالزيت ما كيخليش الخبز يتقطع لينا، وكنجمعو شوية بشوية، كنجمعو الخليط. العجينة خاصها تجي مطلوقة، يعني ما تجيش قاصحة. فالماء كنضيفو شوية بشوية حتى كيتجمع العجين. الماء ما عطيتش مقدار، يعني قياس، كنجمعو على حسب الطحين، يعني كل طحين والنوعية ديالو. كنستمرو كنجمعو شوية بشوية. هنا العجين ديالي جمعتها مزيان كما كتشوفوا، مطلوقة، كندلكها مزيان، يعني العجينة خاصة تدلك مزيان. أو لا كان عندكم الوقت تقدروا تخليوها شي ساعة د المكانة أو جوج سوايع، ماشي ضروري تبقى في التلاجة. فهنا كنجيبوها فوق سطح العمل، كتكون مرتاحة ومدلوكة مزيان، وكنبقاو نلويو بهاد الطريقة، يعني كنطلقوها بهاد الطريقة هادي باش كنقطعوها قطع صغيرة. غنحتاجو الطحين، فكيف ما كتشوفوا انا هاد القياس خرج ليا 14 ديال الكرات، يعني 14 الخبزة كنقطعهم على هاد المقدار هذا، حيت انا عندي المقلة يعني متوسطة. نتوما اللي عندكم مقلة كبيرة ممكن انكم تستعملوا، يعني ممكن انكم تقطعوا اكثر، يعني كبر من هذا شي شوية، كبر من هاد القياس هذا. فكنستمر في التقطيع، و كندورها بحال هكا بين يديا اولا فوق سطح العمل. كنجيب بلاطو، كندهنو شويه بالطحين باش ما كتلصقش لينا العجين. كيف ما كتشوفوا اصلا العجين ما كتلصقش، ولكن ضروري خصنا ندهنو هذا الخبز بالطحين. فكنستمروا بحال هكذا، كنلويو بهذه الطريقه، كندوروها بين يدينا، كنستمروا حتى كنساليو الكرات كاملين. نحاولوا تجي يعني الكره مقاده. نديرو الكرات يعني في البلاطو، وندهنو ندردرو عليهم شويه ديال الطحين. كيف ما كتشوفوا انا خرجت لي كيف قلت لكم 14 ديال الكره، يعني غتخرج لي 14 الخبزه ديال تاكوس. كن
ندردرو عليهم شويه ديال الطحين وكنغطيهم بلاستيك الغذائي، كنخليوها ترتاح واحد 40 دقيقه ساعه المكنه. كل ما ارتاحت كل ما مزيان، يعني الاقل مده ممكنه هي 40 دقيقه تقريبا حتى كترتاح مزيان العجين. هنا غادي نجيو باش نقدموا الحشوه ديال التاكوس ديالنا. عندنا صدر الدجاج المقدار اللي بغيتو على حسب، يعني الكميه اللي بغيتو على حسب افراد الاسره. عندنا جوج بصلات مفرومين رقاق، عندنا الملح، سكينجبير، تحميره او فلفل احمر، الابزار، ثومه بودره، صوص الصوجة وصوص حاره، عندنا نصف حامضه، وعندنا المطارد وزيت الزيتون. هنا غادي نديرو مقله، غنديرو فيها شويه ديال الزيت الزيتون تسخن شويه، وغادي نديرو نضيفو البصل، وغنخليو يتشحر، نضيفو عليه شويه ديال الثومه بودره وشويه ديال الملحه، غير شويه قبيصه الملحه باش كتبنن لينا البصله ديالنا. كنخليوها تشحر مزيان وكنمشيو نوجدو الدجاج اولا لاصوص ديال الدجاج. فهنا كنجيب اناء كنحط فيه صدر الدجاج اللي عندي، كنضيف معلقه ونص ديال المطارد، معلقه صغيره ونصف، كنضيف قطرات ديال الحامض، وكنضيف ثوم بودره، فالثوم بودره كيعطي مذاق هائل للدجاج ديالنا. كنديرو القليل من صوص الصوجة، فكتبقى اختياريه ولكن كتعطي مذاق رائع للدجاج. شويه ديال الصوص الحاره، شويه الملحه حسب الذوق. ملعقه عامره صغيره ديال البزار، ملعقه صغيره عامره ديال الفلفل الاحمر، وملعقه ديال سكينجبير. هنا غنضيفو شويه ديال زيت الزيتون وغنحركو الكل، غنخلطو الكل باش يتجانس لينا داك يعني التوابل، فكيجي هائل وخاتر، وكيف قلت لكم كيجي اقتصادي وما فيش مقادير بزاف. فهنا من بعد ما تشحرت لينا البصله كنضيفو الدجاج ديالنا، كنحركو مزيان وكنخليوه يطيب على درجة الحرارة يعني متوسطة باش يطيب مزيان وما يبقاش خضر كيف ما كنقولو. وغنمشيو باش نطلقو الكريات ديالنا او الخبز ديالنا، كيف ما كتشوفو هو مرتاح مزيان. غادي ندهن سطح العمل بالطحين ضروري، وغنجيب الدلاك وغنبقاو ندلكو ونطلقو في العجين مزيان، خاصها
فريمون يعني تجي رقيقة 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 بزاف. ضروري مرة مرة ندهنو بالطحين باش ما يلصقش لينا كيف ما كتعرفوا. وغنبقاو ندلكو حتى ترقاق لينا العجين عفوا. فالعجين ها هو رقاق كيف كتشوفوا كيجي ساهل في الهزة خفيف. كنديه مباشرة للمقلة يعني مقلة كنكونو ديجا درناها كتسخن وكنقصو العافية مهيلة باش كيطيب على خاطرو. هنا بالنسبة للخبز ديال تاكوس ما خصوش يطيب بزاف غير كيبدا يشد في راسو صافي كنقلبو للجهة الاخرى وكنستمرو او ميم طون كنمشيو نصايبو ندلكو خبزة اخرى. كيف كتشوفوا بهذه الطريقة هذه كيجي خفيف. هنا انا درت الفريت ديالنا كطيب باش نوجد تاكوس. كيف كتشوفوا هنايا هاي الطريقه كيفاش كيطيبوا لينا. خرجت لي 14 خبز تاكوس او لا 14 خبز تورتيلا. هنا انا كنجيب لاصوص يعني اختياريه كنديروا لاصوص هي الاولى وكنجيبوا الحشوه ديالنا اللي هي الدجاج. فلا ما بغيتوش الدجاج تقدروا ديروا لحم مفروم يعني كفته. كنديروا الكميه على حسب الخبز اللي عندنا واش كبيره او صغيره. وكنجيب فرماج ديال ساندويتش فرماج مربع كنديرو من فوق الدجاج وكنضيف الفريت وكنضيف من الفوق كيتشوب اختياري يعني اللي ما كيبغيش كيتشوب تقدروا ما ديروش. وكنطوي تاكوس بهذه الطريقه هذه كنجمع مزيان ونزير. وكنكون وجدت بانيني كيسخن باش كنديرو مباشره في البانيني وكنديروه يطيب. فالشكل الاخير ديال التاكوس ديالنا هو هذا. كنقدمو بهذه الطريقه شويه الفريت لي دو صوص اللي درت مع شويه الخيار كيجي بنين لذيذ وهائل كيف قلت لكم اقتصادي بدون مجهود يعني طريقه سهله جدا. فغادي تستغني على تاكوس ديال الزنقه وغادي توفري كيف ما كنقولوا 30 درهم. فكنقدموا لكم بالصحه والراحه وكنتمنى ينال الاعجاب ديالكم.